أنا أؤمن بالأساليب السلمية منذ سنوات عديدة، وكتبت مقالات قبل حوالي 7 سنين أو 10 سنين حول النضال السلمي وأساليب النضال السلمي. أعتقد أنني حين طرحت هذه الفكرة للمرة الأولى في منشور بتاريخ 7 يناير 2018 فقد ألقيت بذرة في تربة معدة للنمو، لذلك هذه الفكرة انتشرت سريعاً بين الناس. كتبت مجموعة من المبادئ، ومن أهم هذه المبادئ أن هذا الحراك يجب أن يكون سلمياً. أبسط الحقوق الإنسانية غير متوفرة فيه، الشباب لا يستطيعون العمل، لا يستطيعون تكوين أنفسهم، لا يملكون القدرة على السكن، لا يرون الأمل والأفق في المستقبل. كان لابد من فعل ما، حتى الانتظار لم يكن متاحاً، لأنه الانتظار يعني مزيد من التدهور في القطاع الصحي، في القطاع الاقتصادي، في القطاع الخدمات، وفي كل قطاعات الحياة في قطاع غزة. معركتنا في مسيرة العودة هي معركة حقوقية، هي معركة أننا ناس نريد أن نعيش، ناس نبحث عن الحياة الكريمة، نريد أن نوصل صوتنا للعالم، نريد أن نطرق جدران الخزان بدلا من أن نموت ببطء في مكاننا الضيق المحاصرين فيه. السلميين خرجوا في كافة أماكن قطاع غزة ومن مختلف مكونات الشعب الفلسطيني السياسية والمجتمعية والفكرية. هؤلاء كلهم خرجوا حول قضية واحدة، وخرجوا بطريقة سلمية، وخرجوا تحت علم فلسطين فقط، لم يرفع أي علم سوى علم فلسطين وحده. بطريقة التراكم هذا التطور يكون، هناك تطور باتجاه الإيمان بقوة التظاهرة السلمية وبقوة الكلمة وبقوة الصورة والإعلام. هذه حالة شعبية عامة يشارك فيها الجميع، ولا تجد تفريقا بين الانتماءات السياسية والمجتمعية للمشاركين. الرصاص قتل صحفيين وقتل مسعفين وقتل أطفالا في هذه التظاهرات. 14 مايو كان يوما دمويا، طبعا الدموية هي من طرف واحد، من طرف إسرائيل ضد المتظاهرين الفلسطينيين. كان هناك أولا زخم كبير للمتظاهرين، وكان هناك دعوات من الشباب بقطع السلك وتجاوزه. يجب أن نراجع بعض الوسائل، قلت في ذلك المقال أنه من الوسائل التي يجب أن نراجعها أن نبتعد قليلا عن السلك العازل حتى لا يوقع الاحتلال الإسرائيلي فينا مزيدا من القتلى والجرحى. ولكن كما ذكرت لا يمكن أن أقصد بهذا أن يكون هناك أي تبرير لجنود الاحتلال بالقتل تحت أي ظرف من الظروف، لكن السبب الرئيسي لتغير التكتيكات بعد 14 مايو هو العنف المفرط الذي استعمله الجنود الاحتلال ضد هؤلاء المتظاهرين السلميين. حالة الغضب التي ولدها هذا العنف المفرط هي التي دفعت الشباب بعد ذلك إلى ابتكار أفعال جديدة مثل الطائرات الورقية المزودة بفتيل مشتعل، ومثل قص السلك وغير ذلك من وسائل التي أرادوا بها أن يجعلوا صوتهم أكثر تأثيراً. مرات كثيرة كان يصاب شخص على بعد 2 أو 3 أمتار منه. هذا الرصاص الذي يطلقه جنود الاحتلال هو رصاص لا يفرق بين أحد، وفقط بتقديرات الله أنك حين تغرب شمس يوم الجمعة وتذهب إلى بيتك تذهب سالما، يعني كان يمكن أن تكون في موضع أي شخص آخر يصاب.